الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. فوالا اللي رامي تبعوني في لو غروب، كنت سقسيتكم الوصفة اللي راكو حابين تشوفوها، والاغلبية خيروا لي بتي فور. دونك حنشارك معكم الوصفة ديالي بمقادير مضبوطة بالغرام، يعني مام المبتدئات وراح ينجحوا فيه ان شاء الله. هاد الوصفة تعطيكم الطعم الحقيقي تاع لي بتي فور، يعني يجيكم اكزاكتومون كيما تاع برا، دونك ماشي يجي ان غاتو ساك وخلاص. انا كنت هاد الوصفة مدتها لي صديقة ليا تقريبا في 2012، من هذاك الوقت جامي تحوست على غوسات واحدة اخرى. ننصحكم تجربوها، وراني نستنى تطبيقاتكم في لو غروب سور فيسبوك وصفات شهرزاد. نبداو الوصفة. عندنا 250 غرام مارغرين طرية، نزيدو لها قرصة ملح، من بعد نزيدو لها نص مغرف كبيرة لافاني ولا أقل إذا حبيتو، لافاني مليحة في لي بتي فور. من بعد نزيدو سكر غلاس، عندنا 170 غرام سكر غلاس، أنا نحط 150 غرام اللي ما يحبش الحلاوة كيما أنا، بصح 170 تن تجيكم مليحة ما يجيش حلو بزاف. نخلطو الزبدة والسكر مع بعض حتى تولي لنا اون كريم. هاد المرحلة مهمة باش لي بتي فور يجو خفاف، لازم الزبدة ولو سكر غلاس يولو لنا اون بوماد. هنايا حبيت نوريكم لا مارك تاع لو باتور اللي نخدم به، بزاف سقساوني هاد لا مارك ننصحكم بها اللي ما عندهاش باتور وراهي حابه تشري ولا لو باتور تاعها ماشي مليح، دونك هاد لا مارك هايله. فوالا هنايا ولات لنا اون بوماد اون كريم. هنا نزيدو مغرف كبيره زيت عادي، مغرف كبيره لازم تزيدوها تعطي فرق في الوصفه. وهنايا عندنا زوج صفار بيض وحبه بيض كامله، نزيدوهم ونضربوهم مليح بالباتور. كل مره نزيدو لازم نخلطو مليح بالباتور، البيض نزيدوه على زوج خطرات هكذاك ونضربو اشاك فوا، باش هكذا كيما قلت لكم الخليط يجينا لو بتي فور ديالنا يجينا خفيف. هنا عندنا مغرف كبيره خميره كيميائيه، ونزيدو 130 غرام مايزينا، نجوزوهم على الصفايه كيما قلت لكم مقادير مضبوطه. وهنايا نزيدو الفارينه، الفارينه عندنا 350 غرام، ما تزيدوش فوق 350 غرام فارينه، نجوزو ها الصفايه ونزيدوها على ثلاث خطرات هكذاك ولا حتى ربعه معليش. انا هنايا راني نخدم بلا سباتول، نتوما تقدروا تخدموا بيدكم مباشره، انا على جال التصوير كملت طميتها كامل بلا سباتول باسكو هو يقعد لنا عجينه بزاف طريه. كيما قلت لكم المقدار تاع الفرينه ما تزيدوش فوقه، وكي تجيكم بزاف طريه ما تخافوهاش خلوها كيما هكذاك، باسكو هاد العجينه راح نخدموها بلا بوشادوي، دونك لازم تكون طريه. وبيد ما تكملوا كامل كمية تقريبا تلقاوها ولات سواسوا. هاد المقادير مضبوطة احترموهم. هنا يا هاي لي كيفاش تكون العجينة كامام راهي شادة روحها، فوالا ما تلصقش في اليد. انا نخليها هكذا ونروح نوجد لو بلاتو ديالي، نحط فيه ان بابي كويسان. هنا يا هاي ليك لادوي اللي استعملتها القمع، هذه هي اللي نستعملها لي بتي فور، تجي شوية هكذا مغلوقة للقدام وفيها بزاف الاسنان. انتوما تقدروا تستعملوا اي وحده، بصح لي يقدر يدي هاد الصوره معاه ويشري عليها. ونحطوا العجينه في لابوش. هنا من الاحسن ما تستعملوش اون بوش جوتابل باسكو قادره تتقطع لكم، وللمبتدئات ننصحكم ما تعمروش لابوش ديالكم باش تجيكم سهله الخدمه. هنايا نبداو طريقه التشكيل، حبيت نوري لكم عن قرب هذا الشكل الكلاسيكي تاع لي بتي فور. دونك كيفاش ديروا، تعبزوا مع الاول بلا ما تحركوا يدكم، ومن بعد تجبدوا يديكم للقدام يعطيكم هذاك الشكل. فوالا ان شاء الله تكون واضحه برك الصوره، هي اي حاجه مع التجربه والوقت تخرجوها ان شاء الله. فوالا كيما قلت لكم هذا هو الشكل الكلاسيكي. انا ندير بابي كويسون في لو بلاطو، اللي ما عندهاش تقدر تدهن لو بلاطو بالزبده وترشو بالفرينه عادي. هاد الوصفه بزاف هايله للناس اللي تحب تخدم لي كوموند، انا يا لي كليونت ديالي بزاف يحبوهم، وكيما قلت لكم يجو اكزاكتومون كيما تاع برا. تبعوا برك الوصفه اللي مديت لكم. حبيت ندير لكم بزاف اشكال، على بالي كامل نحبوا ننوعوا في الاشكال. هنايا هذا الشكل بزاف ساهل، حبيته خاصه للمبتدئات اللي تجيهم لا بوش واعره، جوست تعبزوا من الفوق هكذا وتخرجوا. انا نحب نحرك يدي هكذا باش يجوا تموجات ويعطينا شكل شباب.
كاين هاد الشكلتان بزاف هايل، هما تلت وريدات صغار ومن بعد يلصقوا في بعضهم، دونك كي تبوشيو ما تلصقوهمش بزاف في بعض باسكو كي يطيبوا راح يتنفخوا ويلصقوا. هاد الشكل بزاف هايل، ما يبانوش ميم با دي بتي فور باسكو كاين بزاف اللي ما يحبوش هذاك الشكل كلاسيكي كي يخدموه في الدار. دونك انا عطيت لكم بزاف افكار تقدروا ديروا ميم هذاك الشكل طويل لي باتوني خشيبات هكذا. هنايا برك نعطيكم استوس كي تكونوا تبوشيو سورتو هادو لي غوزا الصغار، كي تكملوا الورده دوروا لا بوش فوالا باش تصيبوها طلقت لكم العجينه. واخر مرحله هنايا نزوقوهم بدي سوريز كونفيت الكرز المجفف. هنايا كي تكون عندكم كميه كبيره خاصه يخدموا لي كوموند باش ما تقعدوش تحسبوا، حطوا حبه بحبه، حبه حطوا لها لي سوريز حبه ما تحطولهاش هكذا ما تقعدوش تحسبوا، هذه تدبيره برك. وماشي لازم تستعملوا بياض البيض باش تلصقوا لي سوريز باسكو العجينه ديالنا طريه دونك راح يلصقوا. وهاد المقادير اللي مديت لكم يخرجوا لنا من 25 حتى 27 حبه بتي فور على حساب الشكل اللي ديروه، وتخلوهم يريحوا من 10 حتى 15 دقيقه قبل ما تطيبوهم هكذا تضمنوا باللي ما يطيحوش في الفوق. ونحطوهم يطيبوا على 180 درجه تقريبا 20 دقيقه ولا 15 دقيقه يطيبوا من تحت. السر في هاد لي بتي فور لازم تحمروهم من الفوق، شعلوا الفوق الفور من الفوق وحمروهم مليح حتى يعطوكم اللون تقريبا كيما تاع برا، لازم تحمروهم بيان. هنايا في الفيديو ديالي ضربت شويه الشميسه ماهمش يبانوا بصح انا نحمرهم بزاف، هذا هو السر كيما قلت لكم باش يعطوكم الذوق تاع لي بتي فور. من بعد نخلوهم يبردوا تماما ونلصقوهم. لي بتي فور كيما تعرفوا ما يلصقوهمش بلا كونفيتور، نلصقوهم بلا جولي، وتقعد هاد الخطوه اختياريه بيان سور. هاي ديك لا جولي اللي نستعملها دائما نحب نوري لكم لي مارك، راهي تقريبا هذه اللي راهي متوفره، هاد العلبه تباع بالك 10000 نورمالمون اذا ما رانيش غلطه. هنايا نعطيكم استوس خاصه اللي يخدموا الكميات الكبيره. كي تجيو تلصقوا لي بتي فور، اولا لا جولي ما كان لها تسخنوها جيبوها كيما راهي من العلبه ديالها، ونغطسوا الحبه تاع لو غاتو ونلصقوا مباشره، بزاف براتيك خير من نخدموا بالمغرفه تضيع لنا شويه الوقت. هاد الشكل تان كيف كيف نلصقوه بنفس الطريقه، ميم تكون عندكم كميه كبيره تمتم تصيبوا روحكم كملتوا وما تعييش اون بلوس. كاين هاد الشكل برك تاع الوريدات اذا خدمتوه ماذا بكم تلصقوه بالمغرفه باسكو وكان تغطسوها تقدر تتكسر لكم باسكو هذا شويه حساس. فوالا انا نحب نمد لكم كامل التفاصيل. واللمسه الاخيره كما تعرفوا لي بتي فور هذاك لو بو ديالهم يجي بالشوكولا هذاك الشكل كوكياج. هنايا درت شويه شوكولا بالحليب دوبتها في حمام مائي عادي ونزيد لها شويه ما بارد حتى تولي لي بالقوام اللي راني حباته. هنا ما رانيش نمد لكم المقادير مضبوطه باسكو درت بزاف الاشكال، مي اذا حبيتوا طريقه الكلاصاج تقدروا تشوفوا لي فيديو اللي فاتوا راني مدت لكم المقادير مضبوطه شحال تزيدوا لها الماء. فوالا نخلطوها مليح حتى تولي لنا ليس وتبريي هكذا. فوالا هنايا حطيت الشوكولا ديالي في طبسي صغير يجي غامق باش نغطس الحبه مباشره ونسهل عليا العمليه. فوالا طريقه سهله نغطس الحبه ونخرجها مباشره ونحطها في ان بلاطو تكون فيه ساشي ولا بابي كويسون باش هكذا ما تلصقليش. كاين هذا الشكل انا نحب نزيد له رشه تاع سكر غلاس تمدلو منظر شباب. هكذا نكونوا كملنا الوصفه، لو بتي فور ديالنا راه موجدين. ان شاء الله تكون الطريقه مفهومه، ان شاء الله تكون سهله عليكم، عطيتكم نوعت لكم في الاشكال باش المبتدئات تاني خدموه وما يخافوش. وكما دائما نقول لكم بالتجربه ديروا واش تحبوا دونك ما تفشلوش من اول تجربه، دائما تقعدوا تحاولوا باش تلحقوا النتيجه مليحه ان شاء الله. فوالا هامليك هاد لي غوزاس بزاف شابين، هامليك كيفاش الداخل يجي خفيف طري بزاف يدوب في الفم الداخل، ما يجيش ان غاتو ساك كما قلت لكم يجي معجن او كونترير يجي شغل مهوي متقوب الداخل تحسوه اون جينواز تالمون خفيف، و اون ميم طون يجي مقرمش ومحمر كي نحمروه من برا. الذوق ديالو بزاف هايل، ننصحكم تجربوه وراني نستنى تطبيقاتكم في لو جروب كيما عودتوني، يعطيكم الصحه تطبيقات في المستوى.
وكاين بزاف مشتركات راهم يطلبوا الوصفات مكتوبه، دونك ان شاء الله راح نحاول كل يوم الوصفات اللي نديرهم على القناه نديرهم في وصفه مكتوبه، دونك تلقاوها دائما في اخر الفيديو اذا حبيتوا ديروا كابتور وتصيبوها تاني في لو جروب وصفات شهرزاد سور فيسبوك. دونك ان شاء الله هكذا باش كامل تقدروا تطبقوا الوصفات مام اللي ما يقدروش يدخلوا لليوتيوب، ونتلاقاو في الوصفة القادمة إن شاء الله.